السلام عليكم، معكم الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة أخصائي في التداوي بالأعشاب. أنا كنمثل شركة إغب فارما. الشركة هذه اللي كنعتمد فيها بالأساس على الأعشاب الطبيعية اللي ما فيهاش مضرة واللي ما عندهاش واحد العوارض أعراض جانبية مع المدة، لأن كما كنعرفوا أن الدواء الناجع هو الدواء اللي يمكننا ناخذوه وخطوا المده شحال ما طالت، يا شهر يا شهرين يا عام يا عامين، ما يمكنش يكون عندنا اعراض جانبيه. وانا بغيت انا نشارك معكم ونحاول نعطي واحد اليد المساعده، واليوم بغيت نهضر معكم على واحد المجموعه من المواضيع. فاول موضوع اللي غنهضروا فيه اليوم غادي نحاولوا نعطي واحد التعريف مبسط ديال النباتات. شنو هي النباتات؟ النباتات بزاف ديال الناس كيديروا واحد الغلط، اننا كيعتبروا ان النباتات هي مواد طبيعية، ولا قلنا مواد طبيعية أنها ما يمكن لهاش الضر بالصحة ديالنا، وهذا غلط اللي كنديروه كبير. علاش؟ لأن النباتات حتى هي كائنات حية، وحتى هي كيمكن لها تفيدنا ويمكن لها الضر بالصحة ديالنا. فأهم حاجة بغيت نتحدث عليها هو أولا أن النباتات بالتغيير ديال درجة الحرارة أو بالتغيير ديال الطريقة باش كنحافظوا عليها في المنزل ديالنا، او بالطريقه باش كنطيبوها، او بدرجه الحراره، او بالمكونات اللي كنزيدوا معها، كيمكن نهضروا كيمكن تفيدنا ولا كيمكن تضر بالصحه ديالنا. فاول حاجه بغيت نتحدث على النباتات اللي كتكون فيهم واحد الرائحه زكيه، يعني كتكون فيها واحد زيت طيار. نعطيكم امثله بحال دابا الخزامه، بحال الازير، بحال مثلا السلميه، وغيرها من المواد اللي كتكون فيها واحد الريحه زوينه كما كنقولوا زيت طيار. فهذه ما خصناش نهائيا نطبخوها مع الماء، خصنا نديروها ونضيفوا عليها الماء الطايب ونخليوها تطلق واحد المده ديال 10 دقائق ثم ناخذوها. كذلك كاينين بعض النباتات اللي مع الاسف اصبحنا الان كنوجدوها، واصبحنا الان بزاف ديال الناس وبزاف ديال الاخصائيين كيهضروا عليها، ولكن خاصنا نردوا البال منها. فاولها غادي نتحدثوا على نبته لالويفيرا. فلالويفيرا او ما كما في بعض المناطق ديالنا كيسميوها السيبر او العلك، فهي عباره على واحد النبته اللي كنلقاوها كنوجدوها كذلك بكثره في المناطق الجبليه ولا المناطق الصحراويه. لكن لالويفيرا هي فيها ما يزيد عن 400 نوع، وهذا 400 نوع اربعه ديال الانواع ديالها اللي كتصلح للعلاج. لكن الاستهلاك المفرط ديال لالويفيرا كيمكن له يدي لنا اولا الاسهال المفرط، وكاين بعض الاشخاص اللي يمكن له يؤدي لهم القبض المزمن، ان ما كوخا يستعملوا عده وصفات ما يمكنش يعالجوا هذا المشكل هذا ديال القبض. كذلك ان نبته لالوي فيرا ما كتستعملش عند الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من الامراض المزمنه، فكما لاحظنا انها تعطى الان كوصفات لعلاج داء السكري، وهذا غلط. علاش؟ لان ملي مرضى داء السكري ملي كياخذوا هذه النبته هذه، فهي كتخفض لهم من نسبه السكر في الدم بواحد الصفه سريعه، وكيمكن لها تؤدي الى الاغماء. كذلك بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، حتى هما ما يمكنهمش يستعملوا لالويفيرا. علاش؟ لانها كتحتوي على واحد المواد كبيرة معقدة وصعبة الهضم، فإذا كانت اللي كي الجهاز ديالنا الجهاز كما كنقولوا الجهاز الهضمي ديالنا كياخذ واحد الوقت كبير باش انه يهضمها، وبالتالي كيمكن تؤدي للمضره ديالو. وكذلك الافراط في الاستهلاك ديال لالويفيرا كيمكن له يؤدي لنا لا قدر الله لسرطان القولون، يعني السرطان كيجي على المستوى ديال يا اما في جهه المصارن يا اما في الجهاز الهضمي ديالنا. اذا خصنا نردوا البال. فلالويفيرا كما عندها المخاطر عندها بعض المنافع. فلالويفيرا يمكننا نقتنيوها وتكون عندنا في الدار، ولكن فاش غنستعملوها؟ غنستعملوها للتجميل.
فهي جد مفيده للشعر، لانها كتعاود كتحيي لنا الشعر ديالنا، وكترجع ليه ديك اللمعان ديالو، كترجع ليه داك التلوين الطبيعي ديالو، كترجع ليه الليونه ديالو، وكذلك الكثافه ديالو. فبواحد الوصفه بسيطه غادي يمكننا نستعملوها. اذا ناخذ الالوفيرا واحد الطريف منها، غادي نطحنوه مع زيت العود في الخلاط الكهربائي، ثم غادي نحصلوا على واحد الماسك. هذا الماسك هذا غادي ندهنوا به الجلده ديال شعرنا وشعرنا، ونخليه مده ديال ساعه ثم نغسلوه. هذه العمليه نديروها جوج المرات في الاسبوع. كذلك الالوفيرا كتصلح بالنسبه للحروق. الانسان اذا كان عنده شي حرق مثلا تحرق، بالنسبه للسيدات اللي كيكونوا كيشتغلوا في المطبخ، مثلا الحريق ديال الفران، الحريق ديال الكوكوط، او اي حرق من اي نوع بالنسبه للوليدات الصغار ديالنا حتى هما ما ننساوهمش، فغادي ناخذوا ديك الالوفيرا وغادي نقطعوها وغادي ندهنوا بها في ذاك المكان ديال الحريق، وغنبقاو كندهنوا بها حتى نشوف، حتى نحسوا بان ديك الاثار ما بقاتش كتبان.